أخبار اليوم. الإرهاب ليس له دين ولا وطن. كلنا ضد الإرهاب، كلنا ضد الغدر والخيانة. إنهم مجموعة عملاء، ليس مننا، ليس مننا من يحمل علينا السلاح، ليس مننا من يزرع بيننا القنابل ويموت الأطفال والأبرياء والقضاء والمستشارين. أصحاب المقام الرفيع، المستشارين هم أصحاب المقام الرفيع يا ابني، هم من يحملون ضمير أمة. المستشارين حفظ الله مستشارين مصر ورحم الله شهيدنا هشام بركات رحمة واسعة، وندعو الله العلي القدير ونحن في هذا الشهر الكريم أن يتجاوز عن سيئاته ويزيد بحسناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. شهام بركات الذي قدم لمصر من جهده وعرقه رحمة واسعة، إن شاء الله أنت شهيد، ونحن كلنا هنا ندعو له بالرحمة والمغفرة بإذن الله. الملايين تدعو لك وهم صائمون في رمضان يا بركات، ألف مبروك عليك الشهادة، ودي رسالة، وكلنا هنموت ويا بختك بالشهادة يا بركات. الرئيس عبد الفتاح السيسي بقول له ربنا يكون في عينك ويعينك ويقويك، وأنت ابن الشعب، ها أنت ابن الشعب، أنت الرجل الذي أراد واستجاب لإرادة الشعب المصري، فسير على بركة الله، والله ينصرك ويرعاك ويحفظ الله مصر أرضا وجيشا، ونحن معك وإن شاء الله خلفك بالروح والدم نفديك يا مصر، ونحن معك يا سيادة المشير وكل الشرفاء في مصر معك، وإن شاء الله سيعم الخير والنماء بافتتاح قناة السويس الجديدة في 6/8، هيكون عرس التنمية والرخاء على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يرحم شهيدنا وشهداء مصر، وبقول والله المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لعدونا الغدار. إن مصر إن شاء الله ستبقى إلى الأبد صامدة مرفوعة الرأس والجبين بجنود الرجال أبناء القوات المسلحة درع وسيف الوطن.